يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، اهلا وسهلا بحضراتكم. لا حديث في العالم كله الحقيقه غير عن الزلزال، زلزال انتقال ميسي من برشلونه لباريس سان جيرمان. والحقيقه يمكن اصداء الموضوع ده واخده ردود افعال على كل المستويات، على مستوى الفني طبعا، انت بتتكلم على فريق بي اس جي الباحث عن التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا اكثر من موسم، ورغم انه الحقيقه بيضم تشكيله مميزه جدا، كوكبه تقيله جدا، اسماء من العيار التقيل، لكن الحقيقه فشل في المهمه دي على مدار موسمين متتاليين. هل يضيف ميسي جديد؟ انت بتتكلم تقريبا عن منتخب العالم. صفقات بي اس جي لوحدها في الموسم ده كفيله الحقيقه انها تدعم الفريق بشكل كبير، مش بس ميسي، انت بتتكلم على جان لويجي دوناروما، بتتكلم على سيرجيو راموس، بتتكلم على اشرف حكيمي، وبالتاكيد طبعا تتكلم عن ليو ميسي، واحد من اعظم اللاعبين على مدار التاريخ. حط على الاسماء دي بقى دي ماريا، نيمار، فيراتي، ايكاردي، فينالدوم، دراكسلر، كلها الحقيقه اسماء تخليك تقول انه باريس سان جيرمان بيجهز منتخب العالم. لكن هل ده بالضروره انه يؤدي لتتويجه بلقب دوري الابطال؟ انا شخصيا اشك، لكن هنشوف. لكن اللي ما فيش شك فيه الحقيقه انه الدوري الفرنسي بقى في حته ثانيه، وانه متابعه الليج او يعني بطوله الدوري الفرنسي السنه دي هتبقى مختلفه بالتاكيد عن اي سنه فاتت، وتقدر تقول كده انه سحب البساط من تحت اكبر الدوريات في اوروبا. يمكن اللي يزال بيحتفظ بقوته وبموقفه في الصداره هو الدوري الانجليزي بالتاكيد، اللي ما فيش شك انه واحد من اقوى دوريات العالم من حيث الاسماء قول، من حيث النظام قول، من حيث كمان قوه المنافسه قول، لكن بالتاكيد الدوري الفرنسي السنه دي هيحظى بمتابعه كبيره جدا، هنشوف ونتابع. لكن خليني اقول لحضراتكم كمان انه ردود الافعال مع المستوى القانوني كمان في كلام كتير جدا، لانه طبعا واحد من اهم اسباب انتهاء علاقه الاسطوره ميسي ببرشلونه بعد مشوار امتد ل 20 سنه وبعد تاريخ وانجازات صعب جدا جدا على اي لاعب ان هو يكررها، مش بس مع برشلونه، مع اي نادي تاني، اعتقد كمان انه في بعض ردود الافعال القانونيه اللي بتتكلم على اللعب المالي النظيف، وده واحد من الحاجات اللي هنطرحها في حلقه النهارده. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل، والحلقه النهارده مخصصه بشكل كبير جدا للميركاتو اللي بتوقع انه يغير من شكل الدوريات في اوروبا ومن شكل المنافسه، ويقول انه العجله ابتدت تدور تاني. النهارده بنتكلم على تدعيمات كتيره جدا، انتقالات، سوق الانتقالات منتعش بعد موسمين كان الانديه حتى الانديه الكبيره جدا بتواجه صعوبه في الانتدابات او في التعاقدات. نقدر نقول انه النهارده الحياه بتدب مره تانية في الميركاتو، وهنستعرض مع حضراتكم اهم الصفقات.